عايز اسالك عن الحضور الجماهيري غدا او يوم المباراه، يعني يوم الثلاث، الحضور الجماهيري بالنسبه للجاليه المصريه، الجاليه المصريه في الكاميرون قد ايه، او متوقع حضور قد ايه؟ طيب انا هتكلم على محورين هنا اذا سمحت. المحور الاولاني بالنسبه للجاليه المصريه، الجاليه المصريه عددها مش كبير، وبالذات بعد جائحه كورونا الحقيقه اغلب الناس، لان حضرتك لو تتذكر في بدايه الجائحه انتشرت اقاويل كثيره جدا وكلنا كنا مرعوبين، ان قال لك ان افريقيا هي اكثر قاره هتتبهدل من هذا نظرا لضعف البنيه التحتيه في المجال الطبي والخدمات الطبيه المقدمه والى اخره. ولكن تبين من واقع حقيقه الامر ان احنا في مكان احسن بكثير قوي من الدول الاوروبيه اللي الارقام فيها يعني بتقفز قفزات مريعه، بالاضافه الى قيام العديد من الدول الاوروبيه للمره الثانيه باغلاق حدودها وبعضها في الطريق وبعضها بيعيد الاجراءات الاحترازيه اللي كانت موجوده زمان وكان خففها. فالحمد لله احنا في مكانه ثانيه خالص فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولكن الاغلب الجمهور المصري او الجاليه المصريه اللي موجوده هنا موجوده اما في العاصمه السياسيه ياوندي او في العاصمه الاقتصاديه دوالا. المشوار بنتكلم فوق الألف كيلو عشان يقدروا يجوا هنا. والطيران مش افيلابل بسهوله، والسيارات بتاخد يومين، فصعب قوي الحقيقه على كثير من المصريين ان هم يجوا. وبالتالي انا مش متوقع عدد كبير من الجاليه يقدر يكون موجود معانا. يعني حضرتك هتبقى المشجع الوحيد يمكن. لا ما انا لسه، ما انا هكمل لك. لا ده انا عندي شغل كويس والله بحاول اعمله. اتفضل. طبعا عدد كبير جدا هيبقى موجود في المباراه الثالثه بتاعت السودان باذن الله، لانها فيها ويندي زي ما حضرتك عارف. طبعا اللي انا بحاول اعمله الحقيقه وبتساعدني فيه الدوله بكل طاقتها، ان انا بحاول ان انا اجيب رحله طيران لهذه المباراه. طبعا الموضوع يعني النوايا كلها من الجانب المصري جميله جدا وزي الفل، وعلى راسها طبعا سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي. نعم. بيحاول معايا تماما وبيساند ويدعم الفكره بكل قوته قدر حبه لهذا المنتخب ولهذه الدوله. ولكن الموضوع فيه لوجستيات كثيره لا تتعلق فقط بمصر، ولكن تتعلق كمان بالجانب الكاميروني والاجراءات المطلوبه في السفر وتاشيرات السفر وقدره المطار على استقبال طائره من الحجم الكبير. حاجات كثيره جدا جدا جدا. وعشان كده انا طلبت كمان، يعني لان طبعا لان احنا كلنا عارفين ان ما فيش، اقدر اقولها كده زي ما بنقول كده بالمصري، ما فيش خرم ابره لان حد يجي جروه، ما فيهاش اماكن للاقامه لاي حد. انا بلف بقالي اكتر من بعد التدريب اللي انتهى الساعه 6:30 لغايه دلوقتي، انا بلف على الفنادق لان في بعض الزملاء الصحفيين طالبين مني ان انا اشوف لهم اوضه عشان هيجوا قريب علشان يغطوا المباريات. بحاول ادور للناس على اوضه مش لاقي، فطبعا لما اجيب 200 300 فرد من الجمهور تحط فين؟ هيبقى مستحيل. عشان كده بنفكر ان احنا هنجيب الرحله دي بما يسمى بقى صد رد، يعني يجوا الطياره تنتظر ست ساعات اعتقد او سبع ساعات. انا هعملها ان شاء الله، دعواتكم بس معانا وان شاء الله هنعملها. لان انا بصراحه ما احبش زي ما حضرتك قلتها صحيح تندرا ولكنها تبقى اخرى، ما احبش اكون المشاهد الوحيد والمشجع الوحيد. هذا المنتخب يستحق مننا اكتر من كده، وان شاء الله هنقدر ننجح في الموضوع وبمساعده الجانب الكاميروني معايا هنا ومقيم معايا في جروة كمان مدير مصر للطيران. بنحاول مع بعض نظبط الامور. بتصل بالسلطات الكاميرونيه، انا بقالي يومين الحقيقه دايخ في هذا الموضوع، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمنا وهنقدر ان احنا نعمله ويكون في اخبار كويسه إن شاء الله قريبا جدا ان شاء الله. ربنا يديك الصحة سيد سفير. توفيق من عند ربنا إن شاء الله. ربنا يديك الصحة يا فندم، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. سيادة السفير مدحت المليجي السفير المصري في الكاميرون، وزي ما حضراتكم شايفين يعني الراجل مموت نفسه الحقيقة علشان جمهور مصر يبقى متواجد إن شاء الله في المباراة بتاعت بعد بكرة. هنشوف إيه اللي هيحصل، وسنظل دائما نتابع مع سيادة السفير هذا الموضوع.